إنه مميز بالنسبة إلي لأن البراءة بادية على وجهه. من التفاصيل الدقيقة التي تراها في صورة مارتن تشيلر القليل من الرمل هنا وهناك على وجهه. أنا أفضل الصور الشخصية لما تبرزه من كبرياء في العينين ويبدو فيه نوع من القوة، وهذا من النوع المفضل لدي بين الأطفال لأنه لم يكن لعوبا بل كان أكثر تحفظا وذكاء وحبا للمعرفة. أردت أن أحصل على صورة أكثر شخصية وأكثر حميمية، وأن ألتقط اللحظة التي يضحك فيها الناس ويتصرفون فيها بتلقائية. لذلك أعجبتني الكثير من الصور التي أخذتها لهؤلاء الناس الذين تختلف عطاءاتهم صورتهم، وهم يمضون الكثير من الوقت يرقصون أو يتسامرون وأمزجتهم طيبة. إنهم مثلنا تماما. الهادزة هم شعب مسالم غير مقاوم ومطاوع جدا. هم ليسوا بأناس عدوانيين، تحشرهم المدنية إلى مساحات أصغر وأصغر من الأرض. هم يعون تماما العالم الخارجي حولهم وما يعنيه العيش في المدينة. قرروا الحفاظ على طريقة عيش أجدادهم التي اعتمدوها منذ زمن بعيد. متوسط ما يملك الهادزة هو القوس والسهم والسكين وربما بطانية أو اثنتين وزوجا من القمصان. ما تعلمته منهم هو أنك لا تحتاج إلى كثير من الأشياء لتكون سعيدا. عندما يعود المصور أشاركه الجزء الأكثر مكافأة في عملي، أعني مشاهدة الصور. نذهب إلى الغرفة ونسلط الأضواء على الصور وننتقل إلى ذلك المكان، إلى أولئك الناس وإلى تلك التجارب التي أتى بها المصور. رقم 2، المهمة، الحياة في شبه جزيرة كاماتشاكا. منذ أن كان طفلا شغف راندي أورسن بالتقاط الصور. أظن أنني أصبحت مهتما بالتصوير عندما أدركت مدى اهتمام والدي به. منذ كنت صغيرا وأنا فخور جدا بأن والدي كان مصورا. وبعد 4 عقود أحب أورسن الهواء الطلق، وقادته مهمة التصوير الفوتوغرافي إلى كاماتشاكا في روسيا. هذا المكان يغذي سمك السلمون وهو الأكثر إنتاجا لأسماك السلمون. التجول في كاماتشاكا صعب لأنها بمساحة ولاية كاليفورنيا، لكن ليس فيها سوى 130 كيلومترا من الطرقات، وهكذا للوصول إلى المناطق التي أحتاج الوصول إليها كان لابد لي من الاستعانة بطوافة من طراز M18 أو ببعض الرحلات التجارية التي تصل إلى المناطق العليا من كاماتشاكا. تلك هي الخيارات المتاحة أمامك، وبالتالي فإن التنقل كان صعبا جدا. المنطقة التي التقطت فيها صورة الدب البني استغرقت رحلتها 2 ساعة بواسطة طوافة M18 وهي بحجم هذه الغرفة، ثم استغرقت رحلة العودة 2 ساعة. تكلفة الرحلة $3,000 في الساعة كما تعلمون، وزيارة الأماكن النائية مكلفة نسبيا. باستثناء كاماتشاكا وخليج بريستول وألاسكا، فإن إنتاج سمك السلمون في المحيط الهادئ بأكمله قد تضاءل إلى 3% أو 4% من الإنتاج التاريخي. هذه الصورة تحتوي أسماك السلمون البري والذي يربى في المزارع، لكنه لا يزال يسجل انخفاضا ينذر بالخطر. لفهم العلاقة بين عشرات الأنواع التي تعتمد على سمك السلمون وأهمية كاماتشاكا، صور أورسن الناس والحيوانات البرية بما فيهم دببة كاماتشاكا البنية الضخمة. وهذا أيضا هو المكان الذي التهمت فيه الدببة مصورا ناشونال جيوغرافيك بعد أن أتم عمله. لقد تم تحذيره من وجود دبابات شرسة. إنهم يحتاجون لوفرة سمك السلمون لأنهم لا يبذلون جهدا في الصيد. إنها تجري ثم تحاول أن تطأ على السمكة، وهذا هو أسلوبهم في الصيد. ينتعشون بالماء ويأملون بالشعور بوجود سمكة تحت أقدامهم. لالتقاط صور تحت الماء لسمك السلمون جهز أولسن كاميرا التقاط عن بعد موصلة بكمبيوتر محمول. أخذت الكاميرا المقاومة للمياه الخاصة بالأسماك
وحركتها باتجاه نقطة معينة حيث شعرت أنه مكان الدب الأشهب. رأيت أنه أفضل موقع لصيد الأسماك. لالتقاط صورة علينا الاقتراب من ذاك الدب مسافة 6 أقدام، وهذا كاف ليسبب لي القليل من الإرباك. وكما تعلمون هم لا ينظرون إليكم كفريسة عندما يهاجمون، لكن ما يزال الأمر مخيفا بعض الشيء. استحضت كاميرتي تحت الماء وكنت أستطيع رؤية السمك على الشاشة، ولكن رأيت دبين أشهبين يتعاركان على بعد 15 قدما، فصورتهما بعدسة 600 ملم. لا أعرف إن كنت أرغب في أن أكون قريبا من الدب البني في كاماتشاكا على الرغم من أنه يصطاد السمك. راندي أخذ هذه الصور لأنه مصور مخضرم، وقد أخذ هذه الصور للدب بطريقة لم أرى مثيلا لها من قبل. ذاك الدب توجه نحو الكاميرا في ذلك الأسبوع، فالتقطت له صورتين، واحدة منهما نشرت في المجلة. الصورتان كانتا رائعتين، لكن اللجنة اختارت نشر واحدة فقط. الصورة الأولى كانت للدب وهو يحدق حوله ليصطاد، وكانت مخالبه قريبة جدا من الكاميرا، لكن بعد ذلك ارتفع رأسه فوق الماء. وبمجرد أن رأيت مخالب الدب تحت الماء نظر مباشرة إلي، وكنت أنا على بعد 4 أقدام منه. والصورة الثانية بعد أن غطس رأسه في الماء نظر حوله باحثا عن سمكة، وعندما لم يجد شيئا ذهب الدب في اتجاه آخر. هذه الصورة ربما تذهب إلى أبعد من ذلك لتقف عند اختبار الزمن. هذا مشوق، مثير، إنه مبدع. سنارة الصيد لا تكشف عن صيدها إلا إذا استطعت سحبها من المياه. إن أردت إخراج العملاق من وكره فإنك بحاجة إلى سنارة صيد قوية. إن كنت ترغب في صيد كهذا فعليك أن تراقب سنارة الصيد. التالي: كيف تنجح في الهرب من السجن مستخدما حجر شطرنج وطابع بلدي إن لم تكن عقلا مدبرا إجراميا؟ هروب ماكر قريبا على ناشونال جيوغرافيك أبو ظبي. كانت أعظم مطاردة في تاريخ الولايات المتحدة، لكن كيف استطاع هذا السفاح أن يفلت من قبضة الFBI طوال 2 عقدين من الزمن؟ ما هي المكائد التي اعتمدها أطباء CIA تحت ذريعة حماية الأمن القومي؟ حقائق مذهلة اكتشفت عن حياته ومماته، فهل سترسم ملامح جديدة لحياته الاستثنائية؟ أسرار خفية وراء أعظم إنجازات الإنسان، الهبوط على سطح القمر. في أحاج التاريخ، الأحد على ناشونال جيوغرافيك أبو ظبي. اختبر القناة الرائدة في عالم الأفلام الوثائقية الترفيهية ناشونال جيوغرافيك أبو ظبي. كن جزءا منها، اشعر بها وعشها. على صفحة الإنترنت والفيسبوك الخاصة بنا تجد آخر الأنباء عن أحدث برامجنا، مقتطفات حصرية، صور مذهلة وأكثر. والآن جدنا على صفحة الإنترنت والفيسبوك لتبقى مطلعا. امتلك العالم بكبسة واحدة. وهنا هذه القصة العظيمة أمامي ترويها هذه الصورة. أين هي مواضيع السرد؟ هل كل شيء هنا؟ هل سيتمكن المصور من العودة؟ إنها مسألة غير عادية لمصور قد يضطر إلى العودة. أمضى نيك سنة في ريدودز، قضى سنة يحلم ويتخيل الصورة. لا نعلم إن كنا سننجح. ما أعرفه هو أننا أمام التقاط صورة ولن نتوقف أبدا حتى نحصل على صورة جيدة.
رقم 1 المهمة، أطول الأشجار في العالم. صورة نيك نيكلز لشجرة أحمر الخشب من الأعلى إلى الأسفل قد تكون من الصور المفضلة لدي هذه السنة. عملت في الغابات طوال حياتي ولم أتمكن من أخذ صورة لشجرة بالشكل الصحيح. التقط نيك نيكلز الصور لمجلة ناشيونال جيوغرافيك منذ أكثر من 20 عاما. أحدث مهمة له تصوير عمالقة كاليفورنيا أشجار أحمر الخشب. لا أعرف أين الصعوبة في أخذ صورة جميلة للأشجار، ربما لأننا نراها ولكن الحقيقة أنكم أنتم لا ترونها. عندما تقفون عند جذع شجرة لا ترون أكثر من 16% منها. يمكنك اجتياز هذه الشجرة مليون مرة دون أن تشعر أنها شجرة مذهلة، ولكن لدي طريقة لالتقاط صورة لها عن بعد تمكنكم من رؤيتها. ستيف سيلت وهؤلاء الرجال يقومون بقذف السهم من القوس ويتسلقون الشجرة، ثم يطلقون سهما فوق شجرة ثانية لنصب حبل بين الشجرتين، وبعد ذلك يمكنك إنزال حبل بينهما. إذن أنت في فضاء مفتوح، لديك حبل في هذا الفضاء. تسلقت الحبل ونظرت وقلت الآن يمكنك أن ترى هذه الشجرة، المجال الآن مفتوح دون عوائق. الآن لدينا كاميرا تدور في الفضاء والكاميرا يجب أن تكون مثبتة. اتخذت لنفسي زاوية وأخيرا حصلت على منصة في تلك الشجرة في حين لم أتمكن من رؤية الشجرة التي كنت أنظر إليها. وتصورنا أنه في حال رفعنا هذه الكاميرا في الهواء على هذا الخط يمكننا أن نرى الشجرة بكاملها. وانطلقنا من هذه الفكرة بوضع 3 كاميرات بعدسة 35 مليمترا لخلق رؤية شاملة بانورامية، بحيث يكون التصوير على مراحل بشكل طبقات. نحن نبني صورة للشجرة بعد التقاط 90 صورة. أولا علينا تجهيز كل شيء للعمل. أرى أن التحدي الأكبر هو في إظهار شكل جميل لقلب الشجرة من خلال الجذع الرئيسي. قد لا يكون ذلك قابلا للتحقيق، لكننا سنحاول. الكاميرا المتحركة ستكون على الأرجح على بعد 50 مترا من الشجرة. فتحت جهاز الكمبيوتر لأرى إذا كنت سأتواصل مع الكاميرات، ثم عملت على تشغيله لنرى كيف تبدو الشجرة من الأعلى. أرأيتم كيف تبدو؟ في الواقع نحن نلتقط 3 صور في وقت واحد. نخفض الكاميرا 3 أمتار ثم نلتقط 3 صور أخرى، وأيضا نخفض الكاميرا مرة أخرى ونلتقط 3 صور وهلم جرا. سوف نسلط الضوء على طول الطريق، وفي النهاية انتهى بنا المطاف بالتقاط 84 صورة. أشعر أن هذه الصورة التي حصلنا عليها ستكون في النهاية أكثر بكثير من مجرد صورة للأشجار. إن إحضارنا لهؤلاء الأشخاص للوقوف على الشجرة أشعرنا أننا قادرون على التأثير في علاقاتنا مع هذا الكوكب في هذا الوقت الحرج. وهذه الشجرة عمرها 1600 سنة. ترى كم شخصا مثلي أتى إلى هنا خلال هذا الوقت؟ النصيحة التي أود إعطاؤها: بداية علينا اختيار الموضوع ثم العمل بحماسة لتحقيقه، وبتقديري سوف تحققون ما عزمتم عليه. خذوا الموضوع وتوغلوا فيه بكل شغف فربما تستطيعون تحقيقه. أظن أن الطريقة الأبسط لأي كان لالتقاط صورة جيدة هو في تبسيط الأمر. انظر إلى خلفيات الموضوع الذي اخترته وفكر فيما يلفت انتباهكم في المقام الأول. استعينوا أولا بما تخزنون من معلومات، ثم يمكنكم إضافة معلومات بالمعاينة الميدانية والحركة. فكروا بذلك. ارفعوا من شأن موضوعكم، تعرفوا إليه عن كثب ليكن حاضرا دائما، واعتنوا بما يمثله هذا الموضوع. هذا عالم غير معروف تماما. لمعرفة ما في داخل كهف عليك الذهاب إلى هناك، وهذا هو المصدر الحقيقي للاستكشاف، وهو ما يحفز الناس للذهاب تحت الأرض واستكشاف بعض من هذه الأماكن. علمني التصوير الكثير عن عالمي، ولكنه علمني أيضا الكثير عن نفسي. إنها نافذة للتطلع إلى العالم، لكنها أيضا مرآة تعكس ما في داخلي.
من الجيد أن يكون لدينا سجل يظهر كيف كان يعيش هؤلاء الناس قبل أن ينصهر الجميع في الحضارة الحديثة أو قبل فقدان طريقة عيشهم.